ستقف خلف المنتخب السعودي، الأمر الذي سيسهم في دعم اللاعبين لتكرار الإنجاز والذهاب بعيدا نحو ربع نصف النهائي. دائما إخواني أخواتي مستمعينا ومشاهدينا على قناتكم الإخبارية الرياضية، لا تنسوا أبدا الاشتراك في قناتنا وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أينما رحلتم وارتحلتم. دمتم في رعاية الله وإلى لقاء خبر قادم إن شاء الله.